إلى ضيفنا من دبي سيد محمد الحمادي. سيد محمد، يعني يشهد للأمير الراحل بكونه تسلح بالدبلوماسية في حل العديد القضايا الإقليمية والدولية، ماذا عما يتعلق بدوره والوساطة في الأزمة الخليجية والعربية؟ نعم، ربما الجميع يعرف حقيقة دور أمير الكويت، وهذا ليس خفي حقيقة، وأنا أعتقد الدور الذي بذله أمير الكويت كان دور كبير حقيقة، وتحمل يعني ضغوطات ومسؤولية ضخمة حقيقة، ولولا يعني شخصية مثل شخصية الشيخ صباح رحمه الله ربما لم تكن لتتحمل كل ذلك. لكن اليوم ونحن نشهد هذا الرحيل حقيقة نشعر بأن شخصية كان دائما يعتمد عليها، شخصية يمكن الذهاب إليها والجلوس معها من جميع الأطراف، أصبحت غير موجودة. الشيخ صباح ربما هذا جانب من حياته ومن دوره طول سنوات كوزير خارجية سابقا ثم أمير لدولة الكويت. والأمر الآخر حقيقة الذي يجب أن نذكره حقيقة، يعني الشيخ صباح جاء بعد سنوات قليلة من الغزو، استطاع الشيخ صباح أن يبني الكويت وأن يعمر الكويت، سواء من ناحية البنية التحتية، من ناحية بناء الدولة، أو حتى من بناء من خلال استعادة العلاقات الخارجية سواء مع الدول التي كانت ضد أو الدول التي كانت مع الكويت. وبالتالي اليوم نحن نجد أن الشيخ صباح حقيقة كان يرسخ لمفهوم حقيقي ومفهوم مهم لدولة الكويت التي لا يختلف عليها أحد. ربما اليوم لو تسألين الجميع عن الكويت ستجدين أن الجميع يتفق على الدور الإيجابي والدور الجميل حقيقة لدولة الكويت في جميع القضايا العربية والإسلامية. والنقطة الأخيرة ربما التي يجب أن نشير إليها وهو قائد الإنسانية، أن هذا الأمر لم يأتي من فراغ، الكويت يشهد يعني مشهود لها بمساعدة الجميع حقيقة من 50 سنة وربما أكثر، كان دورها إيجابي مع دول الخليج مع الإمارات. هنا دائما نستذكر حقيقة دور دولة الكويت في مسألة التعليم، في مسألة الصحة وغير ذلك. وربما مؤخرا رأينا الأيادي البيضاء للكويت في الدول الفقيرة في أفريقيا وفي آسيا، والشيخ صباح لم يتوقف عن هذا الأمر وإنما واصله. وبالتالي اليوم نحن نقول رحم الله الشيخ صباح، ونتمنى حقيقة الأجر للشعب الكويتي ولآل صباح الكرام، وأن تستمر هذه المسيرة الخيرة والنيرة لدولة الكويت إلى الأمام دائما إن شاء الله.